طيب بنرحب بحضراتكم، انا كابتن اسلام طبعا مش عارفه في ايه، هو قال لي انا اللي راجع على فكره. نرحب بحضراتكم واحد عامه الاهلي في رمضان مع كابتن اسلام ومع كابتن خالد جدالة. منورنا يا كابتن، انت اللي منوره بجد، سعداء بيك. وكنا بنتابع دلوقتي زميلتنا طبعا سالة حامد، وحديث خلينا نتطرق بقى شويه عن حديث عن المنتخب، و لازم نسأل حضرتك السؤال ده، متفائل بتجربة، وهي لسه ما اعتبرتش تجربة، بس البداية اللي كانت مع نيوزيلندا، لأن البعض يقول لك لا دي مش لسه ما نقدرش نحكم دلوقتي، بس احنا بنتكلم في الفكرة ككل أو في العموم. عندنا دلوقتي مدير فني وطني بعد سنوات طويلة جدا من المديرين الفنيين المختلفين اللي لهم طبعا كامل الاحترام، لكن برضو مش هو ده اللي احنا كنا بندور عليه، والتجارب هي يمكن اثبتت كلامي. دلوقتي احنا بنتكلم عن تجربه جديده، طبعا تجربه فيها تحدي كبير جدا، لكن ناس كتيره متفائله. كابتن خالد برضو متفائل بتجربه محليه بقياده كابتن حسام. انا متفائل بحسام نفسه، يعني حسام عنده الدوافع وعنده الطموح، ودايما الانسان اللي عنده دوافع وعنده طموح وعايز يعمل حاجه كويسه لنفسه ولبلده. وحسام هو من زمان كده، يعني حسام من ايام ما كان بيلعب حتى، ودلوقتي وهو مدرب عنده الطموح وعنده الدوافع وعنده الإصرار، عايز يكسب على طول وعايز ينجح. فأنا متفائل بالكلام ده وأتمنى له التوفيق بصراحة. يعني عجبك الماتش نيوزيلندا؟ مش قوي. أوكي. بس النتيجة كويسة كأول ماتش، المكسب كان مهم جدا، لأن ناس كتير هتفرق المكسب في الماتشات الودية؟ كانت هتفرق مع حسام، هتفرق في الماتش دون أول ماتش، ومكسب دي هيديله بوش كويس قوي، وهيديله ثقة كويسة جدا، وهيدي الجمهور ثقة في الجهاز وفي اللعيب. بس مكسب بلعب حلو، لأن بتفرق أنا بكسب وما بلعبش حلو، ولا بلعب حلو وما بكسبش، ولا بكسب وبلعب حلو. لا الماتش اللي شفتها ازاي بقى؟ لعبنا حلو على فترات، يعني على فترات، ودايما اصل المستوى بتاعك دايما بيقارن بمستوى المنافس اللي انت بتلعبي قدامه. يعني فرقه نيوزيلندا فرقه كويسه، ولكن نقدر نقول ان هي فرقه جيده، مش فرقه يعني طبعا مش فاحنا مستوى اقل منك يا فندم، اقل منك، مستوى اقل منك، اقل منك. لا بس عندهم ناس، عندهم طبعا، ولكن عندهم حتى تصنيفا يعني هم 103 مثلا، رتم تاني وسرعه وقوه، ويعني حاجات برضو احنا بنفتقدها، مش 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 عندنا بشكل كبير، ولكن احنا كمهاره وكلعب احنا احسن. فعلى فترات قدمنا كوره كويسه، وبرضو ده مش مقياس، لان كل ما الوقت هيعدي هتلاقي مستوى الفرقه المنتخب بتاعنا بيزيد، ومستوى الكوره ومستوى الاداء بيزيد. اوكي. مع حسام ومع اختياراته ومع اداء اللعيبه، انا الحاجه اللي بسطاني ان اللعيبه روحها كويسه جدا ومبسوطه بحسام حسن. بس ما شفناش تغير، يعني اللي قاعد بيتفرج على الماتش كان، يعني انا هنا بتكلم فنيا، اللي قاعد بيتفرج على الماتش ما شافش اي تغير حصل ما بين الفترة السابقة والآن. أول حاجة، لا الروح بتاعت اللعيبة اتغيرت بشكل كبير جدا عن الأول. نمرة 2، حسام مش اشتغل قد إيه؟ اشتغل 8 أيام أو 9 أيام قبل الماتش، مش وقت كافي لسه، هو يعني ما اشتغلش بوقت كافي يقدر إن هو يحط بصماته للعيبة، ولكن من الواضح اللعيبة متقبلة حسام ومبسوطة وهي بتلعب. وقفته برضه مختلفة بره، يعني أنا لسه كنت بتكلم في هذا الأمر، إن وقفته بره على الخط لما يبقى حسام حسن واقف، كابتن حسام يعني باسمه وكواحد من اساطير كره القدم المصريه، اعتقد بيبقى له دور بعيدا عن الناحيه الفنيه طبعا، اللي هو بيبقى له دور طبعا أهم، بيبقى له دور، بس هو كمان هو ماسك نفسه شويه، يعني هو متحفظ شويه، يعني لا يعني عايز يظبط نفسه. هو احنا عايزينه كده على فكره. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه يبقى على طبيعته، لان هو لو يعني خرج على طبيعته بدون ما يتبقى بدون خطأ، يعني بدون خطأ، ولكن يبقى على طبيعته، لأن هو لو طلع بره طبيعته وغير من طباعه هيختلف مش عارف تتفرج على الماتش بشكل كويس. بس هي الروح فعلا اللي كابتن اسلام دلوقتي اتكلم عنها دي نقطة لو احنا نتفرج على مباريات زمان ونرجع كده شويه بالتاريخ لكابتن حسن شحات على سبيل المثال، كان بيبقى واقف ازاي؟ حتى هو بيبقى ليه طريقه، هو كان بيبقى ساكت، بس تحس من جواه قد ايه الراجل مع كل شوطه بيبقى روحه بتطلع، خلينا نقولها كده. لكن المديرين الفنيين الاجانب لا، في اختلاف كبير، معلش اصل في الاول وفي الاخر انا جاي بعمل عقد عايز انجح، محدش اختلف وهمك انك تنجح. بس في اختلاف كبير بين انا يعني بنتمي للمنتخب ده وانا جايب عقد عشان اقدمه وامشي، يعني لا طبعا مختلفه تماما. حته العقد بالنسبه للاجانب هم، يعني انا دايما بقول ايه، اي مدير فني انا بحكم عليه من الرياكشن بتاعه. أيوة. هو واقف على الخط مع احداث الماتش، يعني تلاقي مثلا في فرصه ضاعت، تبصي على المدير تلاقي مدير فني واقف عامل كده،
يعني لا بس هي مدارس يا كابتن خلي بالك. لا كل المديرين الفنيين الاجانب بيبقوا ماضيين يمكن كيروش ما يعني هو مش شويه وهو مش عايز ينجح ولا يفشل وهي مش في دماغه القصه دي خالص. هو عامل عقد يوم ما هيمشي هياخد عقده بالكامل فهي مش فارقه معاه النجاح نجحت فشلت صحيح. بس انا ما بلاقي كابتن في الاخر لا معلش برضو يا كابتن هو واحد بيدور على اسمه وتاريخه كلهم عندهم اسامي وبتفرقش. لا يا كابتن ازاي لا لا ما انت برضو نجحت مع واحد زي كوبر ما هو برضو وداك كاس عالم وداك نهائي افريقيا وداك اوكي يعني نجح أقصد معانا نجح اوكي ايوه نجح. لا انا اقصد كباشن كباشن يعني هل تقصد انا اقصد ان المدير الفني دايما مصري احسن بالنسبه لي بالظبط طبعا ولكن برضو المدير الفني الاجنبي لا هو مش جاي يهرج ولا مش جاي يعني ياخد كلمتين وخلاص لانه بيتكلم عن انت بتتكلم على اسم منتخب مصر. طب ما هو مثلا لما تيجي تتكلم على اسم منتخب البرازيل اوكي ما هو لو واحد راح مسك منتخب واحد اجنبي يعني راح مسك منتخب البرازيل ايوه طب ما هو هيبقى بنفس الفكره بنفس الكونسيبت لا مع منتخب مع لعيبه لا لو خسر هيتحاسب ما هو طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله ما هو الحساب عنده ايه الحساب عنده انا همشيه هنا في فرق في فرق لما امسك منتخب البرازيل دي فرقه بطل مش قصدي منتخب العالم. البرازيل لكن انا بتكلم يعني اي مدرب اجنبي بيمسك كويس. اي منتخب طبعا بيدور على الفلوس وبيدور على وعلى خصوصا لما تمسك منتخب كبير في افريقيا زي منتخب مصر ولكن انا بشوف انه المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا من المديرين الفنيين الجيدين ولكن هو كان اوت اوف يعني ما كانش ماشي بشكل جيد في بطوله افريقيا هو كان اوت اوف كل حاجه عليه. يعني هو اتخض كان وحش جدا لا اتخض من مستويات الفرق ومن مستوى فرقتنا فهو جات له خضه فطلعته بالظبط كده هو المفروض كان دارس برضو وعارف الفرق يعني مع انا بالنسبه لي بصراحه روي فيتوريا هو كان رايح المفروض دارس كل الفرق ومتفرج ده دوره. على كل الفرق وعارف المستويات اللي موجوده الى جانب مش كده خد بالك ما بيعملوش كده ما بيتفرجوش يعني لا مش قوي يعني هو بيتفرج بس مش قوي وبعدين دايما برضو الاجانب 90% منهم عينيهم مش كويسه في اللعيبه ممكن يبقى حاجه امكانيات هي الروح بتفرق في الاول وفي الاخر مهما حصل في استكشاف قدرات اللعيبه في تقييم اللعيبه لا دايما بيبقى عندهم حته فيها 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 قصور واكبر دليل على كلامي فرقه مثلا ساحل العاج ما عندهم مدير فني فرنساوي الراجل بعد ما خسروا ماتشين مشوه المدرب المساعد اللي هو وطني من ساحل العاج وكان لسه اول مره يدرب وكان لعيب سابق خد البطوله هو خلينا نتكلم بالارقام مين اللي جاب لك البطولات المديرين الفنيين المحليين بس خلاص من قلبهم بقى الاجانب بيشتغلوا او لا بس يعني اللي على الارض نجح هو المحلي لما نرجع للتاريخ كل المديرين الفنيين البطولات اللي جابتها مصر صحيح احنا بنجيب مديرين فنيين اجانب كابتن جوهري الله يرحمه كابتن حسن ما احنا بنجيب مديرين فنيين اجانب ليه خلاص خلينا بقى مش عارفه والله فعلا يعني يبقى اتحاد الكره بيريح دماغه شويه يعني بيجيب مدير فني اجنبي بيشيله طيب اذا لم يعمل خلاص اذا كانت والامور النقد يبعد عنهم شويه لا بس التاريخ انا بكلمك التاريخ بيقول انه ما كل المديرين الفنيين الاجانب او معظمهم بلاش نقول كلهم فاشلين مع منتخب مصر يعني هقول لك على حاجه اقول لحضراتكم على حاجه ومش مفروض اقولها في الاخر هو لا يعني انا بس عشان افتكرت حاجه يعني امبارح بتفرج على ماتش تونس وكرواتيا اولا مدرب تونس ده انا ما اعرفوش بس انا بتفرج على فرقه لا مدرب واقف لا مدرب صحيح ليه لان فرقه تونس صح فرقه تونس امبارح كانت هايلين بتلعب بدماغه هو اكن يعني هو بيشغلهم من بره كشغل جماعي حقيقي. وده دور المدرب صح ده اللي انا نفسي اشوفه بقى في مدربينا حتى ونفسي اشوفه حسام قدام شويه